أريد مسمن كيش بدك كي تحت الله يا عم ديش بالي ديك شو أريد حلوة أريد حلوة بقى في خلعة قبور بيطلع كل حلاوة بيطلع كل حلاوة قشط خلع أنا مخبل يا رسول الله السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير وعلى خير نتمنى من الله تكونوا بخير وتكونوا كيف العادة ناشطين وماشطين وتكونوا سانك سانك وتكونوا يا ربي بصحيحتكم يا ربي وتكونوا بخير وعواشر مبروك ندخل عليكم باش ما تمنيتو يا ربي نتوما وليداتكم والعائلة ديالكم. اليوم فيديو جديد اوبريك جديد في عثمان. مهم اليوم لبست حوايجي كما كتشوفوا غادي نتغداو ان شاء الله عند الوالدة عيط علينا الغدا حيت راكم عارفين العيد اليوم راه العيد اليوم. مهم عرفتش انا هاد الفيديو انت غنحطو واش بعد غدا ولا بعد غدا ولا مهم انا كنتعطل شي شوية سمحوا لي بزاف. مهم كنشكركم بزاف على التعاليق الزوينه اللي قلتوا لي وشحال وحده قالت لي هذاك البريوم على البريوم ما جاش معاك. مهم هذاك البريو البنات انا درت خطا تكثرت فيه والمشكل درت الفيديو كامل ومني جيت نشوف لقيت داكشي كثير وما قدرتش نعاود ندير فيديو اخر باش ننقص ما ديت ما جبت فيه لان الكاميرا كتبين يعني داكشي على حقيقته ومن كنت كنصايب داكشي ما بانش ليا مزيان حتى درت الفيديو عاد اش بان ليا وقد كنضحك على راسي ولكن ما عاودتش الفيديو خليته كما هويا. مهم كنحترم الراي ديالكم وشكرا بزاف على التتبع ديالكم لينا وكتخلوا من الوقت ديالكم وكتفرجوا لينا الفيديو. مهم بلا ما نطول عليكم غندير فيه واحد برانك اليوم قلت لكم غدا نتغدى عند ماما. مهم عندو زوجتي اصلا راه مسافره مشات لكازا واليوم نمشيو قلت لكم عند الوالده غندوزو معاها نهير وغندير فيه ندير فيه برانك انا وخويا. مهم غادي ندير فيه برانك لحاجه عزيزه عليه والله يحفظ هذا النهار الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ. مهم خليكم معايا ما تزابيوش تتشوفوا اش غادي ندير في عثمان الله يحفظه صافي. مهم كنبغيكم بزاف وما تنساوش لي لايك لهذا الفيديو وبوسه لكم كاملين وما تنساوش تهبطوا تكتبوا شي كومونتير يكون زوين. يلا نخليكم دابا يلا نلبس حوايجي كما كتشوفوا لابسه حوايجي كلشي مقاده سانك سانك عثمان راه خرج مع كان خارج يحيى كيلعب برا راه مشي يجيبو. انا درت الفرصه دغيا قلت ندوي في الكاميرا دغيا بالزربه باش ما 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 المهم هاني خارجه على برا انا وعثمان كنتقداو شويه ديال الديسير ورا مادة ما جاب لينا عارفني كنصور حنا تاش غادا عند الوالده. المهم الله يدوز هاد النهار بخير. بوس 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 سير الرجوله كي دايره خلنا غير دابا السي عثمان عشر مبروك السي عثمان واسيت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم دوزي واش مبروك عليه الصلاه والسلام واش واش مبروك كاين هي ماشي واش بها ولا صلى على النبي قول لهم راه قال لك هضر لينا على المولد النبوي راه العيد عيد المولد النبوي هي راه اللي دعاق حسيت بها باش ما نخرجش في شي شي اللي طايب بزاف غير هو غير هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه قال اقربكم الي مجلس يوم القيامه اكثركم علي صلاه. حنا كنا نصلوا على النبي اللهم صل على كل يوم وهي غير من العرف التقاليد شي حاجه ولات من التقاليد من الاعراف ديالنا ولا ايه. مهم هانتوما جيت لقيت الوالده مصايبه المسمن تبارك الله والحلوه حاتك تبارك الله البريدات ديال اتاي كانوا كيشربوا في اتاي كان نيت يلا خويا كان انا يلا خرج. المهم انتم تشوفوا الكسكسو خليتها كتصاوب فيه والله الا حرقنا الجوع صح حرقني الجوع انا ايوا اللي حنا غدا حرقني الجوع حرقني الجوع الدار فيها هيلاله مع الدراري الصغار
حقكم في الجنه. سبحان الله الكسكسو كيجي لذيذ مع العائله والجمع. قصيره هي الوالد توا يلاه جا من الخدمه شحال ما بقيتش تقريبا رشيد جوج اسابيع ياك ما جوج سيمانات جوج سيمانات نوضي الكيره داري الله ما شاء الله القصيره هي مشهيناكم وقصيري واش من قصيريه تغدينا دابا اخويا هو اللي كيصور فيا قول السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام هو اللي كيصور فيا تما راه مكونيكتي قاعد في البيسي في الصاله اللي هي تغدينا الحمد لله الكسكسو دابا غادي نهبطوا لتحت غادي ندخلوا ليه الموتور للكراج وهذه راه قريب قريب للعصر ياذن منه ما بقاش ليه بزاف ياك شي شويه 5 دقائق وباش حيتاش غيرقب عليه باش غيمشي يصلي المهم ها نتوما معايا ما تزافيوش وما تنساوش لي لايك لهذا الفيديو يلا الله يدوز الضر بخير بطر كيف بالك يا عثمان ولا عندو الكرون يلا صورت يا امي شت صورت حي غتخرج منه سربي سربي دخيا سربي حل 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 هذا يلا تحل الكراج تحل الكراج سير على الكراج سير على الكراج على الكراج هذا الموتور ديالو الليله نحمقو عثمان تخلي تخلي هاد السوار ترجعهم ست 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 الوالدة بقى فيها بغيت نخرج ابن اليوم طالع السطح سمعتو طالع السطح طلع السطح عادي طلعت بالجري ها شوف عليك سكتي سكتي فضحت عيني يا امي صافي خلي صافي بترجعي هاد السويرت كاع ديري ترجعيهم تشوفي كاع ديري ليهم حنا ملي نصور غنصور من هنا باش ما يردش البال مهم هذا راه البيت ديال خويا اليوم ما استعمرت سكت اي سكت وخلى على الله سكت Rosa! 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 Rosa!
ازاي بصح فين الموطور وما عرفت كاينش ويلي انا كنت قاعده نصور انا كنت قاعده نصور ويلي ياك مد اخو خويا الدار يدوه يدوه وليك علاش كيدوه يدوه يدوه ما خدوش يدوه يدوه راه كيدوه كيدوه راه جوج جوج ثلاثه اربعه يهزوا في تريبورتور فشي كروسو يدوه مشكلة هاد صافي مشاو ها؟ مشاو صافي يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي تيسمع جهاز الكاميرا علاش شوفي حالتي كديرو مزال هاد الكاميرا اش كتصور اش كتصور اش كتخربقي كنصور والو شنو غير كنصور نمشي صافي نمشي ديكلاريني الحمد لله ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا الشاش مشقوف كان دور لي رجليا خاص دابا لا حول ولا قوه الا بالله دابا صافي اللي عطى الله عطاه دابا اش غادي ندير نعيط لخويا ونشوف اش كاين سمعتيني نمشي نديك الطاري نديك البوليس ها نديك البوليس وانت مالك هذيك الحاله قولي لي وراك البوليس هو هذيك الحاله انت مشيتي حفيان جري ها عقلتي على راسك مسكينه حارش حفيان عرفتي كلهم كيطلعوا لي من الشرجن كلهم وانا شاده عليه من فوق لعبتي حابه اليوم لعبتي حابه الا كبوا لي كويز ديالك دابا دابا شوفي كبوا لي كويز ديالك دابا دابا راه ماشي الموتور السكوتر دابا فيه هذيك اللي كتحلف بحال سميتو فيه الوراق كلشي فيه لاكارت ناسيونال وفيه الوريقات ديالي كاملين وفيه ماشي راه داكشي علاش انايا تخلات ايوا خرجت منك تاخذ غيرها تاخذ غيرها تاخذ غيرها باش هاد المره تتعلم دير فيا المقالي شو معلي قالت لي دار دار لي مقلب وفكرني فيه وما كنردها لي محق راسي ما يضرني تاخذ غيرها كبي الواليده كبياتي كبي نحزرو نحزرو هاك اخويا تيسمع تسمع لي كبي كبياتي كبي لي عيمشي للدار وخرجها مني هاك شفين جاي مريم 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 مسمن كيش بالبيت كي تحت الله يا عم دي شبالي ديك شنو مريم حلوة مريم حلوة بقى في خلعة عكبور هي تمن كل حلاوة هي تمن كل حلاوة فاش تخلع انا مخبل يا راسي لداكم
عثمان كيبان لي غادي يشد الوراقي صافي الوراقي ديال الحماق معايا. المهم تبارك الله عليكم وعليكم السلام عليكم واش مبروكه دير لي لايك يلا لي لايك سلام وراني كنبغيكم بزاف وشكرا بزاف على التتبع ديالكم وبلا بلا 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 وديروا اشتراك وبلا بلا 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 المهم وشكرا بزاف حقيقه شكرا بزاف كتخلوا من الوقت ديالكم وكتفرجوا فينا هذا شرف لينا بزاف. المهم السلام عليكم حتى الفيديو ما يجي ان شاء الله.